دلوقتي انا نزلت اشتريت حاجه من بره، خدت الاكياس، فتحت باب العربيه، حطيت الاكياس، وبعد كده دخلت قعدت مكان، خدت بالي ان انا مسكت الاكياس وفتحت الباب، فبالتالي ممكن ايدي يبقى عليها الفيروس. سايب عليكم، انا عامل حسابي والعربيه فيها ازازه كحول، خدت ازازه الكحول رشيت على ايدي، طهرت ايدي، خدت ازازه الكحول ورجعتها مكانها تاني. بعد كده افتكرت انه ايه ده، طب ما انا مسكت ازازه الكحول وايديا ممكن يبقى عليها الفيروس، فبقى نقلت لها الفيروس قبل ما اطهر ايدي، ورجعت مسكتها تاني، يبقى انا ممكن يبقى على ايدي فيروس تاني. باخد ازازه الكحول وارش على ايدي وامسح ازازه الكحول من بره وارجعها مكانها، اقول الله، طب ما انا مسكتها تاني وهي عليها الفيروس، يبقى انا ايدي ممكن يبقى عليها الفيروس، وهكذا وهكذا لغايه ما الواحد هتجنن خلاص يا جدعان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. وده حال ناس كتيره جدا جدا جدا، الناس العاديه ابتدت تقلب او سي دي، وربنا يكون في عون الناس بقى اللي هي اصلا موسوسه من الاول. كلنا بقينا بنجيب حاجات نغسلها، احنا بقينا بنغسل حاجات غريبه، احنا بنغسل علب كرتون وناقص نغسل العيش من بره. هلع وخوف، ولو قعدت تحسبها عمرك ما هتلاقي نفسك مامن نفسك 100%. اصل انا مسحت ده بالديتول قبل ولا بعد، ومسكت ده ولا ما مسكتوش، طب انا ايدي دلوقتي نظيفه، طب انا هغسلها، طب ما انا مسكت الحنفيه بايدي قبل ما اغسلها، وحاجات لو ركزت معاها يجي لك تخلف عقلي. والموضوع مش كده ابدا يا اخواتي. طبعا الدين بيقول لنا 100% ان احنا ناخد بالاسباب وناخد بالنا كويس جدا، نغسل ايدينا، نتطهر كويس، هنبقى في مكان عام، هنلبس كمامه، ناكل شلاوله، وناخد بكل الاسباب. مهم قوي موضوع الشلاوله ده، ولكن في حته عقيده مهمه جدا 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 وانت بتاخد بكل الاسباب دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره. لا عدوى ازاي يا حاج امير؟ ازاي لا عدوى؟ امال انت بتقول ايه؟ ده انت راجل صيدلي حتى وفاهم في الطب، ما تبقوش متخلفين. طبعا ده رد ناس كتير، فعشان كده بقول لك دي حته عقديه مهم جدا ان احنا نتعلمها، عشان احنا كمسلمين الامر عندنا مختلف. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدي للحاجه صفاتها. النار ما تحرقش الا باذنه وان شاء خلاها برد وسلام. البحر ما يغرقش الا باذنه وان شاء خلاه ارض يمشي عليها موسى ومن معه. فمع اخذنا بالاسباب وان احنا لا نخالط المصابين ونتطهر كويس، نعلم ان الله عز وجل باذنه تحصل عدوى او ما يحصلش، وده معنى كلمه لا عدوى. الفيروس ما يعديش الا باذن الله، ويعدي من يشاء ويصرفه عن من يشاء. واحد تلاقيه مخالط لعشرين، عشرة منهم يتعدوا وعشرة لا، كله بإذن الله. هو الأمير تشارلز بتاع إنجلترا لما اتصابت اتصاب ازاي؟ ده تلاقيهم بيحموا الناس بديتول قبل ما يقفوا يكلموه، ولكنه اتصاب بإذن الله. فإيماننا احنا كمسلمين انه لا عدوى إلا بإذن الله، فناخد بالأسباب كويس جدا جدا جدا، ولكن نتوكل على رب الأسباب. وعشان كده هون على نفسك يا صديقي، نظف الحاجة وركز كويس جدا ان انت تبقى محافظ على نفسك، وبتعقم نفسك كويس جدا في كل مرة ممكن تكون تعرضت ليها للفيروس بشكل من الاشكال، لكن ما تخليش الشيطان يلعب بيك ويحول لك الامر الوسواس، مش هتعرف تعيش حياتك وهتتعب يا اخوي. واهم من الاخذ بالاسباب كمان الدعاء واللجوء الى الله عز وجل. نتحصن بالحصون اللي النبي صلى الله عليه وسلم هدانا بيها. قبل ما تخرج من بيتك تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اللي يقول الدعاء ده وهو خارج من بيته يقال له هديت وكفيت ووقيت. ربنا يهديه ويكفيه ويحفظه ويتنحى عنه الشيطان كمان. كل صباح وكل مساء تقول ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اللي يقولها ثلاث مرات باذن الله لا يضر شيء. دخلت مكان تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان اللي يقول الكلمه دي في مكان لغايه ما ينصرف منه لا يضر شيء باذن الله. فناخد بالاسباب كويس جدا ونلجا الى الله عز وجل اللي في ايده كل شيء، ونهدى وما نخافش ونتامل خير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويعجبني الفال، الفال الحلو، انه باذن الله ربنا سبحانه وتعالى هيحفظنا واهلنا واولادنا وهيصرف عننا الوباء ده قريب باذن الله. تمام. وإلى هنا ايها السيدات والساده انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. قبل ما تمشي ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لايك لصفحه الفيسبوك او سبسكرايب على اليوتيوب، شير في الخير وعرف الغير. ولو حابب تدعمني على باتريون هحط لك لينك الدعم في الديسكربشن على اليوتيوب وفي اول لينك على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. انا بحبكم في الله، اشوفكم بكره باذن الله. طبعا اشتاق الساعه 7 لايك كل الفيديوهات، وكان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.